بدأنا المحاضرة الماضية بالحديث عن الـ downstream processing، أو أنهينا الـ upstream processing وبدأنا بالـ downstream processing. وحكينا الـ downstream processing بيتخلله كثير من المراحل. رح نبدأ بـ protein من culture، وهذا الـ protein بدنا نفصله عن مجموعة الـ proteins، بدنا نفصلها عن المواد الأخرى، وبعدين الـ protein بدنا نفصله عن الـ other proteins. وبعد ما نفصل البروتين بدنا نتأكد إنه هذا البروتين نقي وverified والفري دي شيب تبعه مناسب. حكينا المرة الماضية عن some rough experiments أو techniques، والآن راح نحكي عن separating the components في الإكستراكت باستخدام طرق أخرى. معظم البداية الثلث الأول من هاي المحاضرة راح يركز على chromatography. ما راح أدخل بالfine details of chromatography، لأنه الأصل إنه في مساق البيوكيمستري الطرق هاي كلها غطيتوها وفهمتوا theory منها والpractice والpros and cons لكل واحد منهم. فلذلك راح أمر عليهم سريعا. بداية الchromatography هي أحد طرق فصل البروتينز عن بعضهم البعض عن طريق size أو عن طريق ارتباطهم بمادة أخرى بتكون موجودة داخل هذا الكولوم، مثل ما احنا شايفين بالصورة اللي على اليمين. different columns بيكون فيها resins، مواد شمعية، وهاي resins هي عبارة عن حبيبات صغيرة وبمر من خلالها buffer، وبعدين العينة تمرر من خلال هذا الresin. مثل هاي هنا عندنا عينة لونها بني، وهي عينة لونها بنفسجي، وهي عينة أخرى. طبعا هذا large scale، حجم كبير من الكروماتوغرافي. قدام شوي راح نحكي عن الكروماتوغرافي. بكون الكولم كله ما بيتعدى طوله 10 سنتيمتر او 20 سنتيمتر او 25 سنتيمتر، مش زي هاي الكولم عريض وكثير وكثير. اوكي، وبالاعتماد على الريزن اللي داخل هذا الكولم البروتين، اما انه راح يلتصق بهذا الريزن او انه راح يمر بسرعه أو بسرعات متفاوتة حسب البفر اللي بيتم تمريره وتركيز الأملاح اللي بيتم تمريرها من هذا الكولم. الآن أول نوع من الكروماتوغرافي راح نحكي عنه اللي هو size exclusion chromatography. الكروماتوغرافي اللي بتعتمد على استثناء الحجم. في هاي الطريقة بيكون في عندي كولم، ولاحظين هون الكولم عندي في الكرات هاي المتساوية في حجمها تحت الأبيض، هاي البيت، وفي أعلى الصورة في عندي خليط من المواد. هنا مثال عندي low molecular weight molecules و high molecular weight molecules. بما أني أنا بدي أعتمد على السايز ببلش أمرر البفر، فمين راح يمر بالأول؟ راح يمر الكبير. إحنا بنعتقد أنه الصغير اللي راح يمر، لكن السبب انه الصغير هذا المر انه هاي البيتس اوكي فيها سمول perforations، فتحات صغيره، فالسمول مولكولز راح يدخلوا داخل البيتس هاي، وبالتالي اللارج مولكولز هم اللي راح يمروا. وبعد ما يمروا بيتغير تركيز البفر، وبعدين بس بنصير نطلع السمول سايز مولكولز. طبعا هذا الكروماتوغرافي بالعاده كيف بدي اعرف انا ايش البروتين اللي طلع هنا؟ لازم اكون في عندي ديتكتور، فهذا الديتكتور بالعاده هو عباره عن اوبتيكال دنسيتي ديتكتور، بيعتمد على اليو في لايت، على طول الموجي 280. احنا بنعرف انه اعلى ابزوربنس للبروتينز بيكون على طول الموجي 280 نانومتر. فبالتالي لما يمر البروتين الكبير هذا من الكولم راح يبدا يظهر عندي هاي ابزوربنس وبيك لهذا البروتين، بعدين بينزل. ليش بينزل؟ لانه في فراغ بينهم، وبعد فتره قصيره تمام راح يمر هذا الصغير اللي هو مايكرو ويت، فبصير عندي انذر بيك. واذا في عندي كمان molecules smaller molecular weight راح يمروا بعدهم. الآن لاحظ أن هذا المولكول وهذا وهذا الفرق بينهم في نسميه الإيلوشن تايم،
الوقت، هذا طلع بالأول، بعدين هذا طلع بعده، وهذا طلع بعده. في شغلة ثانية مهمة في الكروماتوغرافي، إنه البيك بالأبزوربنس يدل على كمية البروتين اللي موجود في هاي العينة. فلذلك هذا البيك، أو بالأحرى إحنا نحسب الأريا اللي تحته، المساحة اللي تحت هذا البيك، وهاي المساحة بتدل على كمية هذا البروتين. لاحظ هنا في عندي two small peaks almost close to each other، متصلين مع بعضهم البعض. هذا بيدل على إني في عندي نوعين من أنواع البروتين قريبين على بعضهم البعض بالحجم، لكن في فرق صغير بينهم. فالآن طلعوا معي مع بعض، لما طلعوا من الكولم طلعوا مع بعضهم البعض وصاروا في تيوب واحد. إذا هاي التو بروتين، إذا البروتين اللي أنا بدي إياه موجود في هاي الفراكشن، إذا أنا لازم أعيد العملية، عملية الفصل، أو أستخدم عملية أخرى للفصل عشان أقدر أفصل هاي التو بيكس عن بعضهم البعض، أفصل هاي التو بروتينز عن بعضهم البعض. وكل ما كان البيك شارب مثل هاي الصورة، يعني الاريا تبعته صغيرة وحادة، بيكون هذا البروتين أنقى من اللي قبله. إذن as a rule of thumb بالكروماتوغرافي، لما نقرأ الكروماتوغرام هذا، البيك كل ما كان حاد pointed كل ما كان البروتين نقي، وكل ما كان عريض مثل هاي الحالة منشوف إنه في عندي two أو contamination of mixture of more than one protein. هاي الطريقة الأولى size exclusion chromatography، تعتمد بشكل أساسي على الحجم. لكن في عندي طرق أخرى، من ضمنها ion exchange chromatography. Ion exchange في هاي الكروماتوغرافي تعتمد على الإلكتروستاتيك charge وعلى ارتباط البروتين للريزن بيتس في الكولم. وهاي الريزن بيتس اللي في الكولم بتكون إما إنها positively charged أو negatively charged، وبالتالي البروتين راح يتصل أو راح يصير عنده affinity، ارتباط مع الـ opposite charge. وإذا كان شحنته موافقة للبيت راح يصير تناقر بينهم وراح يظل ماشي. أوكي؟ الآن هاي البروتينز لما تكون في الكولم، إحنا كيف ممكن نغيرهم؟ طبعاً في البروتينز بتراوحوا بالتشارج تبعتهم، ممكن واحد يكون نيجاتيف تشارج، واحد أكثر نيجاتيفيتي، واحد أكثر نيجاتيفيتي، أو بوزيتيف واحد أكثر بوزيتيفيتي. فلذلك إحنا راح نعمل سيبريشن بهاي الطريقة بناء على التشارج، وراح نتحكم بالوقت اللي بيطلع فيه هذا البروتين من الكولم عن طريق زيادة salt concentration. مثل ما حكينا المحاضرة الماضية، أحد طرق ترسيب البروتينز أو عزل البروتينز هي salt concentration. فإذا كان هذا البروتين مرتبط بشكل قوي مع البيت، ما رح ينزل. إذا منزيد تركيز salt شوية، اللي أضعف ارتباط إله هو اللي رح يمر. إذا زدنا تركيز salt أكثر، اللي أقوى شوية ارتباط هو اللي رح يمشي، وهكذا. الآن في الـ ion exchange chromatography عندنا نوعين من الـ columns، okay. والـ columns هاي تعتمد على نوع الرزن. في عندنا what we call anion exchange resin، وهاي الرزن بيكون positively charged. إذا هذا بستخدمه لعزل البروتينز الـ negatively charged. أو في عندي cation exchange resin، وبكون الرزن negatively charged. نطلع على هاي الـ column للion exchange chromatography. مثل ما احنا شايفين البيتس اللي موجودة داخل هذا الكولم is positively charged، وفي عندي خليط في أعلى الكولم. مثل ما احنا شايفين كرات كبيرة وكرات صغيرة وبروتينز على شكل نجمة حاطين إياهم. بنحط هذا الخليط في الكولم وبيمرر البفر اللي رح يمشي هاي البروتينز. مين اللي رح يمر أول شيء؟ مثل ما احنا شايفين بالصورة هنا، أول واحد مر هو البروتين X. إذا إيش نستخلص من هاي الفكرة؟ إنه بروتين X هو الأكثر إيجابية، لأنه موجب مع موجب ما رح يصير في أفينيتي بينهم.
اوكي راح يتنافروا. فلذلك اللي بنتوقعه انه البروتين الستار هذا هو اللي شحنته اكثر ايجابيه فراح يمر اول واحد. ولو نطلع على البروفايل هذا هو اللي بيطلع مع البفر العادي. طيب الان انتهى هذا ولاحظ البيك عندي عند النجمه البيك حاد معناته انه هذا البروتين نقي. اوكي ضل علينا انه نعزل البروتين الاخر. اوكي البروتين الاخر عشان اخليه يتحرك هو مرتبط الان مع البيت لانه في نيجاتيف تشارج والبيت ار بوزيتيف تشارج ذي اتاتش تو ايتش اذر. اوكي فانا الان عشان افك ارتباط البروتين الاخر بزيد تركيز السولت في الكولم. ومثل ما احنا شايفين الخط الازرق هذا بعد البيك الاول بلش الكونسنتريشن اوف سولت يزيد. اوكي لما يزيد شويه الان ارتباط البروتين اللي مثلناه بالكره اللي لونها الكره الصغيره راح يبدا يفك عن البيت. لكن لاحظ البيك هون كيف شكله مش حاد في فلاتند شويه على التوب. وهذا اذا بيدل على انه هاي الفراكشن من هاي الكروماتوجرافي مش نقيه 100%. اوكي انه في شويه كونتامينانس. بعدين بينزل البيك كمان مره ومنضلنا مستمرين في زيادة تركيز السولت. فبعد وقت معين البروتين زي آخر واحد رح ينزل من الكولم وهذا البروتين هو اللي نعتبره أكثر نيجاتيفيتي لأنه هو كان ارتباطه الأكبر مع البي. هذا كان الآيون إكسشينج كروماتوغرافي. وهنا عندنا مثال بيمثل لك هاي المسألة بشكل أكبر. هاي الكرة الكبيرة اللي في الوسط هي البيت والبروتينز. كل ما كان النيجاتيف تشارج تبعتها أعلى كل ما كان ارتباطها أقوى وبالتالي وقت خروجها من الكولم بيكون ديليد بيكون وقت أطول. الآن النوع الثالث من الكروماتوغرافي نسميه affinity chromatography. وهذا النوع من الكروماتوغرافي يعتمد على قدرة البروتينز انهم يرتبطوا specifically and reversibly to ligands. وكنا بنعرف شو يعني ligand. ligand يعني مادة بترتبط specifically مع البروتين. اوكي دائما نستخدم هذا المصطلح ligand لما نحكي عن receptors. وبالتالي الآن إيش اللي بصير معنا في البروتينز بدنا إياهم يرتبطوا مع الريزن. لكن هذا الريزن رح يكون مثل هذا الشكل. في عندي الريزن هذا ومرتبط معه affinity ligand. هاي الليجند already مرتبطة مع الريزن. الآن مين اللي رح يرتبط مع هاي الليجند؟ فقط البروتين اللي شكله خاص ومناسب وهايلي accommodating للshape of the ligand. بينما الأبر proteins في الأشكال المختلفة إيش راح يصير لها؟ راح تمر سريعا من هذا الكولم. عفوا هاي الطريقة نستخدمها كثير إذا إحنا كنا عندنا متوفر لدينا affinity ligand وانا البروتين اللي بدي اياه متوفر الافينيتي ليجند له بكل بساطه بمرر الاكستراكت هذا من الكولم كل شيء راح يطلع باستثناء البروتين الخاص فينا بعدين بنزيد تركيز السولت والبروتين بيطلع نقي. اوكي واذا بتذكروا المحاضره الماضيه حكينا عن الفيوجن بروتينز انه في خلال في مرحله الابستريم processing نعمل مندخل جين خاص في بروتين آخر بحيث إن البروتين اللي بينتج في ال من ال culture عبارة عن fusion protein. البروتين اللي بدنا إياه وبروتين آخر. ليش بدنا بروتين آخر؟ لأن البروتين آخر هذا بيكون already عندي affinity ligand خاصة فيه. فلما أمرر من ال column البروتين راح يمر. okay وبالتالي بكون هو already ماسك مين البروتين اللي احنا بدنا اياه وبالتالي بكل بساطه بفصله عن البروتينز الاخرى. الان نيجي لمرحله
فصل البروتينز عن بعض من بعض. في عنا بروتييزز خاصة بتقص البروتين من المكان اللي احنا بدنا اياه، وبالتالي ينزل البروتين اللي بدنا اياه نقي. الان لحد هنا واضحة مسألة البروتينز؟ اوكي، في عنا ايد فاطمة تفضلي. دكتور بس ممكن تفتح الصفحة اللي قبليها تاعت التشارج، كنت بدي أسأل عن السولت بيكون نيجاتيف تشارج، عشان هيك بصير بصير عندي يعني قابلية إنه ينفك كل ما أزيد السولت كونسنتريشن بصير في تنافر بينه وبين البروتين واي. لا، هو ما بصير في تنافر للبروتين. دائما احنا حكينا من احد طرق عزل البروتينات هي salt precipitation، صح؟ يعني هاي السولت ايش وظيفتها، شو بتعمل بالضبط؟ السولت يضعف ارتباط البروتين مع الريزن. يعني بتكون نيجاتيف تشارج قصدي ولا عادي ما لها شغله؟ طلع لي اول شيء حكينا هون بروتين اكس، شايف الصوره هون؟ بروتين اكس مبين انه يعني كان بوزيتيف فراح على طول. ممتاز. الان بروتين واي مش بوزيتيف لكن سلايتلي نيجاتيف، تمام؟ فإذا زدت تركيز الصوت شوية شو بصير له؟ على طول بفل. طبعا. وبنزل. لكن بروتين Z آخر واحد ارتباط هو more negative than Y. لازم أضيف صوت بشكل كثير كبير. بزيد بضل أزيد تركيز الصوت عشان أقدر إني أضعف ارتباطه مع ال B وينزل. تمام. Okay. تمام. شو يعطيك؟ سؤال آخر؟ لا شكرا. في ايه ثانية؟ الأفينيتي كروماتوغرافي واضح؟ اوكي تمام. اذا الأفينيتي كروماتوغرافي حكينا بكون في عندي أفينيتي ليجند وبترتبط سبيسيفيكلي مع البروتين. ايش المشكلة في هاي الأفينيتي كروماتوغرافي؟ انه انا لازم يكون عندي ليجند عشان اقدر اعمل هاي الطريقة. اذا ما عندي ليجند ما بقدر اعمل أفينيتي كروماتوغرافي، لأنه مبدأها بيعتمد على ارتباط specific selective binding بين البروتين ليجند والأفينيتي ليجند. الطريقة الأخيرة من الكروماتوغرافي نسميها hydrophobic interaction chromatography. okay. في هاي الطريقة راح يتم عزل أو تصنيف أو فصل البروتين based on their repulsion of water. okay. بناء على إيش؟ على عدم حبهم للماء. فالكولوم بيدز راح تكون عبارة عن هيدروفوبيك مولكول. إذا الحبيبات الريزن اللي بكون في الكولوم إيش بتكون صفته؟ هيدروفوبيك. أوكي؟ وإذا كان في عندي أنا هيدروفوبيك أمينو أسيدز في البروتين شو راح يصير لها؟ راح ترتبط مع الكولوم مع البيدز. وإذا كانت مور هيدروفيليك ما راح ترتبط، وبالتالي راح تمر من الكولوم. ركز عندي هاي الصورة، هاي البيتس ريزين كولوم بيتس واتاتشت معها هيدروفوبيك ليجند. فهاي الليجند هي اللي راح تعمل حاجز بينها وبين مين؟ بين الهيدروفيليك سبستانسز. اوكي، فالبروتينز اللي عندهم هيدروفوبيك باتشز على السيرفيس شو راح يصيروا؟ راح يصيروا يرتبطوا مع البيتس، اما اللي هيدروفيليك ما راح يرتبطوا. اوكي، الان في هاي الطريقه ركز معي انه تركيز الصوت راح نبدا بتركيز عالي وننتهي بتركيز منخفض. اوكي، راح نبدا بتركيز عالي وننتهي بتركيز منخفض عشان نضمن انه الهيدروفوبيك ماتيريال هي اللي تكون مرتبطة أقل. فهون لاحظ عندي كل ما رحنا على اليمين كل ما كان البروتين الهيدروفوبيسيتي تبعته أعلى. إذا مين اللي راح يطلع بالأول؟ The more hydrophilic بروتين راح يطلع بالأول. هاي أول بيك الهيدروفيليك، البيك الآخر less hydrophilic، البيك الآخر الأخير hydrophobic. أوكي، فهاي الطريقة اللي نسميها hydrophobic interaction chromatography. في سؤال عنها؟ أوكي. الآن ننتقل
طرق اخرى من البيوريفيكيشن البروتينز، وهي اخذت عنها في البايوكيمستري واستفدت في الحديث عنها، اللي هي الايسو الكتريك فوكسينج، وهذا هاي الطريقه بتعتمد على الايسو الكتريك بوينت لكل بروتين. احنا بنعرف ان الايسو الكتريك بوينت هي البي اتش اللي عندها بصير البروتين نيوترال، لا هو بوزيتيفلي تشارج ولا نيجاتيفلي تشارج، ولانه نيوترال ببطل يتحرك في الالكتروفوريسيس. اوكي، فاذا انا بمرر البروتين تمام في داخل الالكتروفوريسيس، وشو اللي بيكون متغير عندي؟ البي اتش، او البي اتش بيكون ثابته وراح يثبت البروتين في مكان معين، وهذا المكان مين اللي بيتحدد فيه؟ مين بيحدده؟ البي اتش، لانه على هاي البي اتش بيكون نيوترالي تشارج، وبالتالي بيفقد التشارج تبعته وبيفقد قدرته على التحرك داخل الجيل. اوكي، ومثل ما بنعرف انه في عندنا طرق اخرى للالكتروفوريسيس، في عندي الالكتروفوريسيس اللي حكينا عنها بالشابتر الماضي، هاي بنسميها 1D جيل الكتروفوريسيس، يعني 1D 1 دايمنشن. لكن بالايزوإلكتريك فوكسينج انا بستخدم 2 dimensions. ليش 2 dimensions؟ لانه هي عباره عن combination of 2 methods of electrophoresis. الاولى بتعتمد على الايزوإلكتريك فوكسينج، والثانيه بتعتمد على السايز. اذا الاولى بمسك هاي العينه وبحطها في الجيل، بتمر منه بناء على شو؟ على الايزوليكتد بوينت. بعدين الستريب اوف جيل اللي بيطلع معي برد بعمل له رانينج كمان مره الكتروفوريسيس عادي، وبالتالي بتنفصلهم حسب السايز. اوكي، اذا التو دايمنشنال جيل الكتروفوريسيس هي عباره عن كومبينيشن اوف وات اوف ايزوليكتد فوكسينج تمام اند وان اذر ميثود يو بريفيسلي ستاديد. وهاي الميثود اللي حكينا عنها، بدي أجاوب السؤال سريعاً هنا، اللي كنا من خلالها عفواً نعزل الـ DNA والـ RNA والـ proteins حسب الـ الآن للـ 2D electrophoresis أول شيء الـ proteins بنضيفهم لـ polymer strip، وبخليني أرسم برسمي هنا هذا الجيل. أوكي، ومنضيف العينة للبروتينز، وراح يتم فصلها لبانز حسب الايزوإلكتريك بوينت لهاي البروتينز. بعدين هذا الفيرست دايمنشن اللي هي بيزد اون ايزوإلكتريك بوينت. بعدين باجي باخذ هذا الستريب بقصه. اوكي، وهذا الستريب نفسه فرضا هون، هذا الستريب بحطه فوق جل ثاني وبخليه يفصل العينات. فأنا عندي هون باند وباند وباند وباند، رح أفصلهم كمان مرة حسب السايز. فهيك أنا بكون فصلت البروتينات مرتين، أول مرة هاي حسب الايزوإلكتريك بوينت، لكن هذا لا يعني إنه هذا بروتين واحد، ممكن هذا يكون خليط من البروتينات. فلما أطلع عليه في أول لين راح يطلع عندي أكثر من باند. كذلك الأمر للبروتين اللي بعده، هذا مش بروتين واحد، هو خليط من بروتينات أخرى. لما أطلع عليه بكون خليط من الـ other bands، وهكذا تمام. فهاي 2D gel، واضحة فكرة 2D gel؟ ممتاز. إذن الطريقة الأولى الـ first dimension of the electrophoresis بنعزله حسب الـ isoelectric point، والطريقة الثانية نفس الستريب هذا بنأخذه ونعزله حسب الحجم. أوكي، في عنا كمان طرق أخرى. الكروماتوغرافي اللي بديت فيها بالأول أنا مثل ما مثلت لكم إياها، إنه في عندي قلم زجاجي وفيه هاي البيتس، وبعدين بنمرر البروتين من خلالها وبنخليها تعمل إيلوشن من الجيل البيتس هاي القلم. لكن الآن تطورت التكنولوجيا، وشو صار عندي؟ صار عندي تكنولوجيا تسمح إنها تدفع هذا
السوليوشن للبروتينز من خلال الكولوم بشكل اسرع، تمام، عشان نسرع العمليه. وبالتالي لو نطلع على هاي الصوره، انا عندي هذا الكولوم، هذا هو الكولوم، اوكي. اذا هاي العمليه الكروماتوغرافي القديمه، لكن انا شو اللي عملته الان؟ البفر هذا اللي بدي امرره صرت امرره من خلال البامب، وهاي المضخه اللي بتضخ السوليوشن هذا، وهذا فلتر عشان يشيل الشوائب لان الكولوم صغير حكينا. وبعدين هنا انا بحقن العينه تبعتي باستخدام سيرنج. لما احقن العينه بتيجي هاي العينه بتصير تمر من خلال الكولوم، وبصير يتم فصل البروتينز كل واحد حسب النوع الكروماتوغرافي اللي احنا نحكي عنها. كيف بعمل ديتكشن؟ في الديتكتور هذا بمر البروتين من خلال هاي الكابيلري، بمر من خلال الديتكتور اللي هو على ال 280 نانومترز، وكل ما كان تركيز البروتين اعلى كل ما كان البيك اعلى الابزوربنس، وبعدين بيطلع الويست في هاي العينه. هاي نسميها الطريقه هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوغرافي، تمام. ايش ايش اللي بيفرق فيها؟ يوز greater pressure to force the extract through the column. بستخدم بريشر عالي. وفي القدم كانت في بداية الثمانينات كانت الطريقة هاي يسموها highly pressurized liquid chromatography. highly pressurized يعني بدل performance pressure. Okay. لكن الآن سموها high performance liquid chromatography والأكرم تبعها HPLC نفس الأكرم. إيش الليميتيشن؟ إنه كمية البروتين اللي بنعزلها أقل. ليش؟ لأن حكيت لكم إنه الكولم هون عندي بيكون أصغر، أوكي، بالمقارنة مع كولم كبير اللي استخدمناه في الطرق السابقة، أوكي. لكنها هاي مهمة جدا في الأناليتيكال لاب، في حالة إنه أنا لساتني في المختبر التحليلي وبدي أتأكد من طريقة عزل هذا البروتين والوقت اللي بينعزل فيه ونوع الكروماتوغرافي اللي بدي اعزلها فيه والوقت اللي راح يطلع منه وهكذا. اذا هي مستخدمه اكثر للاناليتيكال لابس، المختبرات التحليليه، مش في الاندستري، اوكي. الان هل دائما الديتكتور هذا قادر على انه يميز لي البروتينز عن بعضهم البعض؟ حكينا قبل شويه انه البيك ممكن يطلع عندي بيك انا زي هيك نقي، هذا بروتين نقي، لكن ممكن يطلع عندي بيك زي هيك، اوكي، اللي هو two peaks beside each other. فهاي two peaks في عندي مشكله فيهم، تمام. هذول two peaks انا ما بعرف هم هل هم بروتين واحد ولا اكثر، ممكن يكونوا two proteins، واحد هون واحد هون، ممكن يكونوا اكثر من بروتين، اوكي. فلذلك انا بحاجه ل طريقة ديتكشن تكون أدق، وهذا اللي تم التغلب عليه باستخدام تكنولوجيا جديدة اللي هي الماس سبكترومتري، مقياس الكتلة. هاي الطريقة is very sensitive، تمام، وتستخدم عشان نعرف the small differences between proteins. إذن إيش الهدف فيها؟ إنه to identify small differences between protein، حتى لو فرق في البروتين صغير جدا جدا، سواء بالتشارج او بالسايز، ممكن انه من خلال الماس سبكترومتري نميز بين، اوكي. طيب كيف ممكن نستخدم الطريقه هاي؟ لازم نستخدمها على الشيء اللي بيطلع من الاتش بي ال سي، اوكي. اذا لازم احنا نستخدم اتش بي ال سي، اوكي، زي هاي الطريقه. هاي عندي اتش بي ال سي، لكن السوليوشن اللي بيطلع من ال HPLC هذا هون، اوكي، سوري، مباشرة بمرره للجهاز المكياف الكتلي. الماس سبيك هذا، الجهاز المكياف الكتلي، ايش بيعمل؟ بيعمل 3 things. اول شيء بيعمل suspending the sample molecules into charged gas phase، اوكي، بيعملها بيعلق هاي المواد كلها البروتينز في ايش؟ في حاله غازيه. بعدين بفصل المولكيولز هاي، بيفصلهم عن بعضهم البعض
based on what? Based on the their mass charge ratio. Mass charge. إذن أنا ما بطلع على charge لحالها ولا بطلع على mass لحالها. إذن هي مش ion exchange chromatography ولا size fractionation chromatography. إذن الكروماتوغرافي الآن هو طريقة الفصل نسبة الكتلة إلى شحنة هذا البروتين. أوكي؟ ولما يعمل هذا الشيء هاي هون أول شيء بيعمل له suspension للغاز في هاي المرحلة وبعدين هون بيعملهم separation بناء على الراتيو. طب ليه كيف بيعمل هذا separation؟ شايفين هذا الارك الدائري؟ هذا الارك هو عبارة عن huge magnet. أوكي؟ هذا كله عبارة عن big magnet. ماغنت قوي جدا، مغناطيس قوي جدا. هذا المغناطيس based on the mass and charge ratio راح يصير يفصل لي هاي المواد مثل ما احنا شايفين، كل بروتين بيفصله عن البروتين الاخر ودقته عالية جدا 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 جدا. فكيف بعملهم detection لهاي البروتينز؟ الديتكشن راح يكون عبارة عن electron multiplier detector. ليش؟ لاني انا قاعد بتحكم بحكي عن charge وماس بنسب قليلة جدا، أوكي؟ وهي already بالgas phase. فهذا الإشي الثالث اللي detect separated ions بيعمل detection للأيونات اللي راح نعملها detection عن طريق هذا الإلكترون multiplier detector. إذا هذا الماس spec هي من الأدق الأجهزة لعمل detection أكثر دقة بكثير بكثير من الـ UV detector على 280 نانومتر. أوكي؟ متى بنستخدم الماس سبيك دائما؟ الصراحة لا، لأنه غالي جدا 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 جدا. الجهاز هذا ثمين جدا لدرجة أنه ممكن في huge institutions ما تلاقي غير جهاز واحد فقط. ليش؟ لأنه أسعارهم غالي جدا، يعني بيبدأ عددهم من المليون سعر الجهاز. فلذلك أنا ما أنت بلجأ للماس سبكتروسكوبي أو سبكترومتري فقط إذا الديتكتور هذا الـ ما قدر يميز لي هاي البروتينز. أوكي؟ طلع عندي تو بيكس بحد بعضهم البعض وهاي التو بيكس تبين إنهم تو بروتينز. في عندي أي سؤال لهنا؟ أوكي. الآن إذن الماس سبكتروسكوبي أبليكيشن حكينا قبل شوي الماس سبكترومتري بتدخل في إيش؟ في فصل البروتينز اللي شحنتهم أو كتلتهم متقاربة جدا جدا. ليش؟ إنه بتعامل مع نسبة الشحن الكتلة للشحن، وبالتالي حتى لو كان بروتين اثنين نفس الكتلة أو السايز راح يختلفوا شوي في الشحن، حتى لو كان نفس الشحن راح يختلفوا شوي في السايز. من تطبيقات الماس سبكتروسكوبي أحد أهم التطبيقات له يستخدم في عملية البروتين سيكونسينج. أوكي؟ هاي الطريقة إحنا حكينا المرة الماضية من بعض المراحل إنه إذا ما عندي أنا الجين أنا ممكن ألجأ للبروتين أعمله سيكونسينج وأرجع لورا رجوع عشان أطلع الدي إن إيه سيكونس. أوكي؟ هاي البروتين سيكونسينج عشان تنعمل أول شيء البروتين بينعمله digestion إلى smaller peptide fragments لpolypeptides صغيرة وبيتم تحليله عن طريق الماس سبكتروسكوبي ومن خلالها بتعرف الأمينو أسيد سيكونس. الآن هذا الماس سبكتروسكوبي أو سبكترومتري. في عندي طريقة أخرى لفصل البروتينز عن بعضهم البعض ونعمل verification. الآن كل اللي كنا نحكي عنه في بداية المحاضرة لحد الآن هو عملية إيش؟ purification. أوكي؟ عمليات كلها شو كانت؟ عمليات purification. الآن الإشي اللي راح نحكي عنه، طب ماشي أنا عملت purification لهذا البروتين، الآن I need to verify إنه هل البروتين هذا اللي طلع اللي أنا بتوقع إنه هذا البروتين اللي بدي إياه هل هو حقيقة هو ولا إشي ثاني بيشبهه؟ فلذلك من الداونستريم بروسيسينج
methods إنه بعد ال purification لازم وضروري جدا يكون عندي verification. Okay. طبعا هاي verification تخدم هدفين. الأول إنه أتأكد إنه خلال عمليات الفصل السابق اللي عملناها salt precipitation وchromatography وأنواع chromatography مختلفة وهو بدي أتأكد إني أصلا أنا ما فقدتش البروتين. لما إنه تعرفوا إشي بتفلتره أو بتفصله أكثر من مرة كل مرة راح تفقد جزء منه لأنه هاي الطرق مش دقيقة 100%. أوكي؟ فلذلك أول إشي بهمني هذا الverification إنه أعرف إنه هذا البروتين is not lost during each stage of protein purification. تمام؟ إذا أنا بديش أقول أشتغل لآخر مرحلة بعدين تعال افحص وين البروتين تبعي ولا هو ما فيش بروتين. لا، بدي أعمل verification down the road. أوكي؟ ومن أسهل عمليات الverification عملية الجل electrophoresis اللي already أخذتوها في المولكولار بيولوجي وفي البيو كيمستري. إيش الالكتروفيسيز هاي؟ نسميها SDS page. ليش page؟ لأنها عبارة عن poly acrylamide gel electrophoresis page. أوكي؟ طيب ليش SDS؟ لأني أنا قبل ما أمرر هذا البروتين في الجيل بمرره أو بعالجه بديترجنت اللي هو الصوديوم دادسيل سلفيت. هذا الصوديوم دادسيل سلفيت أوكي؟ لما ينضاف على البروتين ميكستر السلفيت تشارجز بتصير evenly distributed على كل الدينيتشد بروتين وبالتالي ببطل أنا أعتمد على التشارج للبروتين. أنا بصير أعتمد فقط على السايز اوف ذا بروتين. يعني انا شو بعمل؟ انا بلغي التشارج. ليش؟ لاني انا غطيته بسلفيت تشارجز من الالومنيوم سلفيت من الاس دي اس صوديوم دودسيل سلفيت. اوكي، اذا لما عاجز البروتين بالصوديوم بالاس دي اس كل بروتين بصيروا كوتد بهذا الاس دي اس وبالتالي انا هذا الاس دي اس هو نيجاتيفلي تشارج. اوكي، فبالتالي كل البروتينز بتصير نيجاتيفلي تشارج بصير الفيصل الوحيد اللي بدي يفصلهم عن بعضهم البعض هو ايش؟ السايز. اوكي، سايز هو اللي راح يفصلهم عن بعضهم البعض. طبعا الجل اللي بيفرق عنه عن الجل الكتروفريسيس الخاص بالدي ان اي انه بالعاده الدي ان اي بيكون الجل هوريزونتال. اوكي، لكن في الـ SDS page بكون الجل vertical، يعني بتحط العينات والجل هذا بكون إيش؟ vertical، واقف، مش زي هذا بكون نايم على الطاولة. الآن هذا شكل الجهاز مثل ما احنا شايفين. okay. وهذا البروتين بيتم اللودينج لها من فوق حسب ما هو مبين. okay. بعد هيك بيمر الالكتروفريسيس نصبغها بصبغة نسميها كوماسي بلو. اوكي، كوماسي ستين، وهاي الصبغة راح تعمل كومبينيشن مع البروتين وتعطيها لون. وبعد ما نخلص الجل ببين عندي الجل بهذا الشكل وببين عندي كل عينة شو حطيت فيها والبروتينز. وطبعا كالعادة لازم نمرر واحدة من العينات، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة خمسة، لازم تكون إيش؟ في عندي size marker، protein size marker، هي عينة خليط من أنواع مختلفة من البروتينز، وهاي البروتينز بيكونوا أحجامهم معروفة، السايز تبعهم معروف بالدالتون، وبالتالي بقدر أقارن البروتين بالإشي اللي بدنا إياه. أوكي؟ طبعا هاي الصورة لاحظ هو حاط لي 1 2 3 4 5. لاحظ في الصورة العينة رقم 1 في عندي كتير bands of protein. في العينة 2 أقل شوي، في 3 أقل شوي، 4 أقل شوي، و5 أقل بكثير. ولاحظ عندي السهم اللي بيحكي desired protein في العينة رقم 1 كان خفيف تواجد هذا البروتين، في العينة رقم 2 زاد شوي، في العينة رقم 3 الباند صارت أكثر سماكة، في العينة رقم 4 سماكة الباند اللي فيها البروتين هذا أكبر، في 5 صارت أكبر إشي. ليش؟ لأني أنا ركزت البروتين هذا، جمعته
وعملت له isolation وفصلته عن كل أنواع البروتينز الأخرى اللي كانت موجودة عندي في العينة. أوكي؟ فإذا هذا الجل إلكتروفريسيز اللي هي الـ SDS page. طيب المحاضرة الماضية حكينا عن البلوتينج، وفي البلوتينج حكينا في عندنا Northern blotting و Southern blotting. Northern blotting لما نأخذ جل عليه RNA وننقله على ممبرين، والSouthern blotting لما يكون جل فصلنا فيه DNA ونقلناهم على ممبرين. الآن رح نحكي عن طريقة شبيهة فيهم اللي هي Western blotting. Western إيش ترمز إلى البروتينز. إذن هذا الجل بعد ما يمر، هذا الجل كله أوكي بعد ما ينتهي في هاي الحالة، أنا بجيب ممبرين وبعمل له بلوتينج، بنقله على ممبرين. أوكي فإذا الآن رح نحكي عن الويسترن بلوتينج. طب شو أهمية نقل البروتين على ممبرين؟ أول شيء إنه البروتينز هاي كلها صارت موجودة على هذا الميكروسيلولوز ممبرين، والممبرين هذا بقدر أمسكه في إيدي وأنقله وأحطه في الجرار المكتب عندي وأعمل أشياء ثانية فيه، بينما الجل اللي عزلت فيه البروتين ما بقدر أحامل فيه الأشياء هاي. أوكي فإذا أنا ثبت البروتين على النيتروسيلولوز ميمبرين. أوكي بعد ما ثبتهم كل بروتين صار له مكانه محجوز على هذا الجل. طيب أنا بدي أدور على بروتين معين، شو بعمل؟ بجيب أنتيباري. تمام؟ وهذا الانتيباري يكون خاص في البروتين اللي أنا بدور عليه، لكن عشان أعمل عملية البلوتينج هاي لازم أمر في إشي منسميه primary antibody. أوكي؟ primary antibody. أوكي؟ وقبل ما حتى أعمل primary antibody في عندي إشي منسميها عملية البلوكينج. هذا الممبرين منعالجه بحليب خالي الدسم. ليش؟ الحليب هذا خالي الدسم بيرتبط مع البروتينز اللي على الممبرين. أوكي؟ الهدف منه بعد ما أعمل له واشينج بقلل non-specific binding of proteins مع الانتيبادي. فإذا مين اللي رح يرتبط الانتيبادي مع مين رح يرتبط من هاي البروتينز على الممبرين؟ فقط مع البروتين اللي عنده specificity عالية جدا معه أو الaffinity عالية. Okay. منضيف الانتيباري، والانتيباري هذا البرايمري انتيباري هو الانتيباري اللي أنا بدور عليه للبروتين. طيب ماشي، صار عندي أنا ممبرين. أوكي هذا الممبرين وعليه البروتينز اللي أوريدي موجودة على الجيل. أوكي والآن أضفت الانتيباري، والانتيباري مثلا ارتبط مع هذا البروتين. اوكي ما ارتبط مع الثانيين. طيب انا كيف بدي اعرف انه هذا البروتين هو اللي ارتبط معه؟ انا مش شايفه. اوكي عشان اعمل ديتكشن بجيب اشي نسميه سكندري انتي باري. اوكي السكندري انتي باري هذا بكون كابلد مع ريبورتر جروب مع ماركر. اوكي اذا بضيف السكندري انتي باري، السكندري انتي باري هذا شو بصير له لما اضيفه؟ هاي السكندري انتي باري. اوكي او بلاش تختار لون اخر ازرق. اوكي هذا السكندري انتي باري اللي هون اوكي في نقطه دي اوكي راح اضيفه. مع مين راح يرتبط؟ فقط راح يرتبط مع هذا البروتين. اوكي لما يرتبط مع هذا البروتين طب كيف راح اشوفه؟ بيكون هو اوريدي معه نوع اخر من الريبورترز. اوكي بيكون معه ريبورتر جين في ريبورتر عفوا بروتين، مثال الالكالين فوسفاتيز انزيم. فإذا الألكالين فوسفاتيز إنزيم هذا بكون أوريدي مرتبط مع مين؟ مع البرايمري مع السكندري أنتيبادي. هذا الألكالين فوسفاتيز عشان أعرف أثره لازم أضيف سبستريت. إيش لازم أضيف؟
substrate. فالsubstrate هذا اللي هنا في نقطة F، أوكي، بيتم إضافته substrate، أوكي. فالsubstrate هذا ما راح يشتغل إلا مع مين؟ مع الalkaline phosphatase أو الarsenic phosphatase، راح يشتغل عليه وبيعطيني color، أوكي. هذا الcolor هو اللي راح من خلاله أعمل detection للبروتين. وهاي الطريقة أنتوا already أخذتوها في molecular biology وأخذتوها كمان في الإميونولوجي، لأنها نفس المبدأ للإلايزا للإنزيم لينكد إميونوسوربنت أسي. في الإلايزا من في عنا بيكون إيش؟ two antibodies primary و secondary. الفرق بين الإلايزا وبين ال western blotting إنه أنا عندي على الممبرين بيكون شو في عندي؟ بيكون في عندي البروتين، بينما الإلايزا بيكون الانتيبادي موجود على البليت، بيكون في قاع البليت هذا بيكون عندي الانتيبادي ويضاف للبروتين، بينما في الويسترن بلوتينج أنا البروتين موجود وأنا بضيف عليه الانتيبادي، بعدين بضيف السكندري انتيبادي وبحطه في جهاز الإلايزا وبعمل له ديتكشن. لحد هون الأمور واضحة؟ جميل، لأنه هي إعادة لمادتين molecular و biochemistry. طيب الآن بهاي الطرق ELISA Western blotting عملنا verification، وصلنا للمرحلة الأخيرة وهذا البروتين is already verified. وبعدين اتأكدت إنه عندي بروتين، كيف بدي أوصله الآن؟ أنا عندي بروتين pure and verified إنه هذا البروتين اللي بدي إياه. أنا الآن بدي أعمل له preservation، okay؟ بدي أعمل له إيش؟ preservation. فإذا الآن I need to preserve the protein. إذا preserving the protein. To preserve this protein, okay، لازم أنا أخذ بعين الحسبان إنه هذا البروتين is highly fragile. حكينا الهيدروجين بوند عنده بتتأثر بسرعة، فلذلك ما بقدر أنا أنقله على شكل سائل، وإذا بدي أنقله مضطر إني أنقله على شكل سائل، لازم أنقله في إيش؟ في حافظة مبردة في التبريد، okay؟ طب إذا أنا بدي أخفف على حالي هاي المشكلة، افرض أنا هذا البروتين هو عبارة عن فاكسين وبدي أعالج في مرض في أواسط إفريقيا. طب أواسط إفريقيا كهرباء يدوب عندهم، وفلذلك كيف راح يكون فيهم التبريد؟ فأنا بحاجة إني أعمل preserving لهذا البروتين بطريقة تقاوم الظروف البيئية. من أفضل الطرق اللي بنستخدمها preserving للبروتين هي lyophilization. lyophilization إيش الطريقة هاي lyophilization؟ هي عبارة عن freeze drying. freeze drying يعني أنا بعمل تجفيف للبروتين وهو frozen، أوكي؟ إحنا بالعادة لما نجفف شيء بنسخنه صح؟ بنبخر المية اللي فيه، لكن أنا هون كيف بدي أبخر المية؟ المية هاي راح تتبخر عن طريق very very low pressure. إحنا نعرف كل ما كان البريشر قليل جدا، كل ما درجة الغليان، كل ما عفواً البريشر كان الفاكيوم التفريغ كل ما كان أقوى، كل ما كان درجة الغليان لهاي المادة أقل. إحنا بنعمل deep vacuuming، نعمل vacuuming عميق جدا، نسحب كل المية من العينة، لكن بنفس الوقت الجهاز هذا اللي نستخدمه الفريز دراير بيكون العينة frozen درجة حرارة ناقص 20 ناقص 30 أو حسب الجهاز، okay؟ فإذا أنا خليت البروتين على درجة حرارة باردة جدا ما أثر على 3D structure تبعته، وبنفس الوقت قدرت أبخر المية اللي هو موجود فيها، وبالنهاية بيطلع على شكل powder، okay؟ وهاي الباودر بقدر أعملها تخزين على room temperature لمدة طويلة جداً جداً جداً، أوكي؟ ومثل ما بتشوفوا كثير من الأدوية بتاعها شكل أمبولي أمبيول، والأمبيول فيها إيش؟ هاي باودر.
بعدين بدك تعطيها للمريض او للشخص بتحلها في نورمال سلاين او حسب الماده، وبعدين تحقنها للشخص اللي بدك ياخذ هذا العلاج. لهون الامور تمام. اذا اللايفلايزيشن الميثود اوف تشويس، اذا كنا بدنا ننقل هذا البروتين لمسافات طويله ومش متوفر عندنا كهرباء ولا متوفر عندنا تبريد. طيب افرض انه كل الميثودولوجي هي خلصناها، isolation, purification, verification, preserving، وكل هذا عملته على مستوى المختبر، الامور تمام. بقدر اعمل هاي الطريقه كلها من بدايتها لنهايتها في المختبر and it is reproducible، يعني بقدر اعيدها مره ومرتين وثلاثه بيطلع عندي نفس النتائج. لكن هل هذا يكفي لانتاج كميه تجاريه كبيره تبيعها في السوق؟ الجواب لا. شو لازم نعمل؟ لازم نعمل scaling up. scaling up يعني بدي أنتقل من مستوى المختبر وأنتقل إلى مستوى خط إنتاج كبير على مستوى مصنع كبير. لأن هذا scaling up له مشاكل أو له صعوبات. أوكي؟ إيش أول الصعوبات؟ إنه lab methods اللي بتشتغل على small scale مش بالضرورة تكون adequate to be adapted for large scale. إذن ماشي، أنا بالمختبر قاعد بشتغل على small scale على مستوى 5 ولا 10 ولا 20 مل ولا لتر، لكن أنا بدي أنتقل لمستوى 1000 و2000 و3000 و4000 لتر. أوكي؟ مش دائما الطريقة ممكن تضبط معي السكيلينج أب هذا. الشغل الثاني، في عندي تغيرات بالبيوريفيكيشن بروسيسز ممكن انها تعمل انفاليديشن للسكيلينج اب. يعني تخيل انه في دواء طلع على السوق، اوكي، والفود اند دراج ادمنستريشن الاف دي اي عملت ابروفال لهذا الدواء، اوكي، لكن هاي الطريقة اللي أخذت عليها هاي الشركة الأبروفال كانت الطريقة اللي على مستوى المختبر. لما تحولوا لمستوى مصنع غيروا البروسيس، لأنه وجدوا إنه هاي البروسيس صعبة إنه نعملها على مستوى مصنع كبير. فهذا التغيير في الـ FDA في البروسيس لازم نعمل له ريبورتينج للاف دي اي للفود دراج ادمنستريشن. ايش السبب؟ انه اصلا الاف دي اي لما توافق على دواء او على اي بروتين او اي علاج، هذا الدواء هي ما بتوافق الابروفال ما بيكون فقط على البروتين اتسيلف، انما بيكون الابروفال على البروتين وعلى البروسيس. لذلك اذا تغيرت البروسيس لازم تخبر الـ FDA إنه غيرت الـ process، لأنه ممكن تغيير الـ process هاي يؤدي إلى تغيير الـ function of the protein. كمان حكينا من بعد ما نعمل هذا الـ protein preserving and everything، أنا بدي أتأكد إنه هذا الـ protein is really the protein I am looking for. وبالتالي قبل ما أبيعه للناس بدي أتأكد هل هذا البروتين هو البروتين، هل هذا الإنسولين اللي أنا ريكليم إني أنا صنعته عندي في المصنع هو حقيقة إنسولين فعال. أوكي، عشان أتأكد من هذا الشيء في عندي what we call post purification analysis. post purification analysis يعني تحاليل ما بعد تنقية البروتين. أول طريقة تستخدم أو أحد الطرق المستخدمة هي البروتين سيكونسينج، وفي هاي أنا بتعرف على البرايمري ستركتشر اوف ذا بروتين الأمينو أسيد سيكونس. أوكي، وكمان الماس سبيك ميثود ممكن تستخدم عشان نعرف البيبتايد ماسز ونشوف السيجنتشر لكل أمينو أسيد هل ترتيبهم صحيح. تمام، في الماس سبكتروسكوبي ممكن نحدد البروتينز بطرق سريعة جدا باستخدام الماس سبك. وكمان احنا في عندنا طرق أخرى
مثل الـ NMR nuclear magnetic resonance، وفي عندنا كمان الاكس راي كريستالوجرافي. الاكس راي كريستالوجرافي هاي بالرغم من انها عمليه قديمه جدا 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 جدا، الا انها هي الميثود اوف تشويس بالنسبه للفود اند دراج ادمنستريشنز في العالم تو ابروف اي بروتين. اذا عشان يصير ابروفل لهذا البروتين لازم انه يقدم الشركه هاي اكس راي كريستالوجرافي structure عشان يبين لل FDA إنه هذا البروتين is really the protein we're talking about، هو نفس البروتين اللي إحنا نحكي عنه. لكن مشكلة الإكس راي هي شر لابد منه، لازم نشتغلها. تمام، لأن FDA في نهاية المطاف ما راح تعمل approval للدواء إلا باستخدام الإكس راي crystallography. كيف بعمل الإكس راي crystallography أو شو التحدي فيها؟ التحدي إنه أنا بحاجة إني أحول أول شيء الـ pure protein إلى pure crystal. Okay؟ إذا تخيل البروتين بدي أحوله إلى crystal. هاي الكريستال تمام؟ كيف بعملها؟ بعمل dehydration للبروتين. بعد ما تصير عندي crystal بعمل exposure للـ X-ray، وهذا البروتين رح يعطي a specific shadow pattern على الجهاز، والكمبيوتر راح يعمل ديتكشن لهذا الباترن، وبعدين بيتم التعرف على الشكل الحقيقي لهذا البروتين بناء على الاكس راي كريستالوجرافي. الان من الميثودز مثل ما حكينا اكس راي كريستالوجرافي ما لي غنى عنها ابدا، ما في اي شركه بتنتج دواء لها غنى عن هاي الاكس راي كريستالوجرافي. السبب انه FDA عشان تعمل approval للدواء بتقول لك وين الاكس راي كريستالوجرافي، ما في بتقول لك روح. اوكي، فهي مثال. ليش اسيوم انه عندنا انسولين بروتين؟ اوكي، والانسولين بروتين هذا تم انتاجه، لكن البروتين كريستالوجرافي ريكويرمنت من FDA ما تم تقديمها. مين ممكن يعطيني سيناريو ايش اللي ممكن يصير في هذا البرودكت؟ ايش ممكن يسبب لنا؟ مين ممكن يشارك؟ في ناس تطلع قاعده. مين ممكن يشارك؟ في عندي هون ايد من منار، تفضلي منار. دكتور، ممكن انه احنا بنضطر نعمل dehydration للبروتين، فهاد انه لما نعمل dehydration للبروتين هاد بيساعدنا لاشياء نعملها لقدام. صراحة انا ما عارف شو الاشي اللي نستفيده من dehydration process او انه يتحول لك. انا ما بحكي عن dehydration، انا بحكي ليش لازم انا اقدم X-ray crystallography فارن للـ FDA. إذا أنا عملت الإكس راي كريستالوجرافي وبدأت أنتج هذا الإنسولين وصرت أبيعه للناس، شو ممكن محاذير تترتب على عدم وجود إكس راي بروفايل؟ الـ FDA ما دام مو موافقة عليه دكتور، معناته حتلغي من السوق، و يعني ما حتقدر تكمل في هذا الإشي، وحيصير في ليش؟ ليش راح تلغيه؟ لانه مش موافق عليه. احنا حكينا هي ما اعطت اكس راي الشركه، ما اعطيناهم اكس راي بروفايل ووافقت عليه طبعا بدون اكس راي بروفايل. ما بعرف صراحه احنا الاكس راي بروفايل شو بيعطيني؟ شوف زملائك ساعدونا. تفضل يا هدايا. دكتور، ممكن احنا بنقدم لهم الاكس راي بروفايل عشان يتاكدوا انه البروتين اللي مكون بطريقه صحيحه زي ما هو بالاصل موجود في الجسم. ممتاز. اذا كان واحنا فرضنا انه هاي الشركه ما قدمت بروفايل وبلشت توزعه على الناس، شو راح يصير؟ فما في تاكد من انه هذا البروتين مزبوط صح ولا لا،
كسيكونس يعني للأمينو أسيد، مش بس سيكونس والفري دي ستراكشر، صح ولا لا؟ صح صح. فإذا هذا البروتين ببطل فيه، مش أنا مش متأكد. إحنا الإنسولين عشان يشتغل بنعطيه للشخص، بده يدخل على مجرى الدم، بده يتعرف على الريسبتر تبع الإنسولين ويعطي الإشارة للخلية امتص الجلوكوز. إذا كان شكل ثلاثي الأبعاد مش موافق للإنسولين الطبيعي، إذا ما رح يقدر يتعرف على الخلايا، وبالتالي ما رح ينفع. يعني أنت بتصير تعطي ناس إنسولين ونسبة السكر، المريض بيعتقد إنه أنا السكر عندي نزل فرضاً وراح أكله حبة إشي حلو وضاعف عند السكر، فممكن يقتله، صح ولا لا؟ هاي المحاذير اللي بنحاول نتجنبها، عشان هيك ما بصير يطلع أي دواء إلا لما يكون أبروف بالإف دي إيه ومر من خلال الإكس راي كريستالوجرافي. فلذلك مسألة الفاكسينز اللي بتمر بسرعة في الإبيديميكس اللي بنشوفها في العالم هاي لازم ليش نتجنبها؟ لأنه ممكن هذا الفاكسين is not really doing what it's supposed to be doing. في سؤال، في مشاركة ثانية؟ تفضلي يا منار. دكتور مش عارفة، يعني أنا الصراحة ما فهمت شغلت إنه ليش خصوصاً بدهم إكس راي كريستالوجرافي. طب ما هي الماس سبيك ميثود كمان بتزبط. الماس يعطيني برايمري ستراكشر الأمينو أسيد سيكونس. طيب شو حكينا عن المحاذير؟ أنا ممكن أعطي بروتين سيكونس من بكتيريا، لكن البكتيريا ممكن هنا ما قدرت تعمل لي فولدينج وجلايكوسيليشن البروتين، صح ولا لا؟ فهو بس الماسك بيعطيني امينو اسيد سيكونس، لكن انا بدي الشكل الثلاثي الابعاد، لاني انا قاعد ببيعك بروتين بيؤدي فانكشن، انا ما بدي ابيعك بروتين عديم الفانكشن. ايوه اوكي تمام. الفانكشن هاي منين تيجي؟ من 3 دي ستراكشر. اوكي، ما في اي شيء جديد بيعمل بيطلع لنا ال 3 دي ستراكشر تاعت البروتينز الا الاكس راي كريستالوجرافي. في طرق تانية الـ NMR Nuclear Magnetic Resonance، لكن مش بدقة الـ X-ray crystallography. يعني إحنا الآن في قسم الكيمياء عندنا NMR Nuclear Magnetic Resonance Device، نستخدمه عشان المواد اللي بتتصنع والبروتينات لأجل الريسيرش. لكن لما هذا الدواء، إذا أنت مثلاً واحد جاب بروتين وبنستخدمه كعلاج وعطاك الـ NMR Image، it's not enough. We have to have the X-ray crystallography profile for this protein to make sure it is folded according to its native structure.